من جديد يعود إلينا من واشنطن السفير باتريك ثيروث الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بك سيد باتريك. يعني منذ قليل كنت أتساءل معك عن مدى قدرة يعني دونالد ترامب على الاستفادة من هذه المحاولة. هو رجل يستطيع أن يستغل الفرص، كيف سيستغل هذه الفرصة من أجل أن يعيد تقدمه في الانتخابات الأمريكية ويؤثر في الآراء، آراء الناخبين الأمريكيين في الانتخابات التي ستجرى في 5 نوفمبر المقبل؟ من وجهة نظري أعتقد أن دونالد ترامب سوف يحاول تعظيم هذا الحدث من أجل مصلحته. لا زال لدينا قلة كبيرة في المعلومات ما هي الشخص الذي حاول تنفيذ هذا الحادث، ولكن في حقيقة الأمر الـFBI أعلن أنهم يتعاملون مع الموقف كمحاولة الاغتيال، وهم يحاولون جلب كل المعلومات وحشد كل المصادر الممكنة من أجل التحقق من أهداف الحادث ومن وراء هذا الحادث. ولكن أنا على يقين أن دونالد ترامب والحزب الجمهوري سوف يستغل ويعظم إلى أقصى حد ممكن من الاستفادة من هذا الحادث، حيث إذا ما حدث ذلك في الليلة قبل الانتخابات سوف يكون أكثر استفادة. لازال أمامنا شهرين سوف يعطيه مزيدا من التعاطف، خاصة من جانب المواطنين المترددين في التصويت. بالطبع لم يأتي إلى مقربة كبيرة من الانتصار، ولكن كما حدث في الحادثة السابقة عندما جرح في أذنه، أعتقد أن هذا الحادث أقل تأثيرا مقارنة بحادث بنسلفانيا، ولكنه سوف يستغله بكل الطرق الممكنة. نعم سيد باتريك، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الحادث لربما سيغير من وجهة نظر وفكر دونالد ترامب المتعلق بالدفاع عن حيازة السلاح الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا سؤال رائع. دونالد ترامب لديه رؤية تتشكل بشكل كبير وبناء على آراء الكثيرين بشأن الدفاع عن حرية الحصول على سلاح، ولدي أصدقاء كثيرين ممن لديهم نفس الرؤية ويصوتون لدونالد ترامب فقط بسبب هذه القضية لأنه يسمح لهم بامتلاك سلاح. فبالتالي سوف يكون من العسير تماما بالنسبة لدونالد ترامب أن يغير من موقفه بغض النظر عما يقتنع به شخصيا. لا أعلم الكثير عن شخصيته، ولكن هو سوف يحاول أن يعظم من استفادة من هذا الحادث من لأجل صالحه، ولكن لدي أعتقد أن هناك فرص ضئيلة جدا أنه يغير موقفه الرسمي فيما يتعلق بملكية السلاح في الولايات المتحدة. بغض النظر عما يحدث سوف يكون قرارا صعبا للغاية من جانبه، وهذا القرار في حقيقة الأمر سوف يكلفه الانتخابات برمتها. نعم سيد باتريك، ودعني أستفيد من تواجدك معي ولكونك دبلوماسي أمريكي سابق. دونالد ترامب لربما عندما يتحدث عن توجهاته في السياسة الخارجية يتحدث وكأن لديه مفتاح سحري لحل الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الأزمة في الشرق الأوسط المتعلقة بالحرب على غزة. إلى أي مدى تتفق أنه قادر على أن يقوم بحل هذه المشاكل ويوقف هذه الحروب؟ إذا ما كان هو رئيسا للبلاد، فبالتالي إذا ما كان يملك القرار على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فبالتالي سوف يكون في موقف قوي للغاية من أجل إجبار أوكرانيا بالقبول بالتسوية والشروط، أو عدم قبولها سوف يلقوا الكثير من التداعيات، حيث أن لديه الكثير من القدرات. هو لديه قدرة على فعل أي شيء إذا ما كان له السلطة. القضية الأوكرانية بالطبع قضية حيوية بالنسبة للسيد بوتين. نعم سيد باتريك، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر على ما فتنا به من التحليل. كنت معي من واشنطن السفير باتريك ثيروث، شكرا لك.